احتفالا بيوم المسرحي ويوم الرقص العالمي، أقامت مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بوزارة التربية بالتعاون مع مديرية تربية حمص عرضا فنيا راقصا بعنوان صندوق الدنيا، ومعرضا للفنون الجميلة في مسرح الزهراوي، وعرضا مسرحيا في المركز الثقافي. هذه هي النسخة الثالثة من مسابقة يوم المسرح العالمي، متزامنة مع فعالية جديدة هي يوم الرقص العالمي، وهي نسخة تجريبية يعني تمهيدا لاعتمادها كمسابقة رسمية أيضا في وزارة التربية في الأعوام القادمة إن أمكن. تقيم وزارة التربية مديرية المسرح المدرسي دائرة المسرح المدرسي في محافظة حمص مجموعة من الأنشطة الفنية والفعاليات الفنية، تتضمن عرض فني راقص بعنوان صندوق الدنيا، عرض مسرحي الملك لير، معرض للفنون الجميلة. بهذه الفعالية التي من خلالها يتم تبجير الطاقات الكامنة في لدى أبنائنا الطلاب الذين هم وخاصة في هذه الأوقات بألح الحاجة إلى هذه من أجل الشعور بالفرح ونشر الثقافة والتراث. اليوم عندنا الفعالية بمناسبة يوم الرقص العالمي، بدنا نحكي من خلال صندوق الدنيا عن رقصات العالمية بشان نوصل للأطفال انه في شيء الافكار، نحن مو بس يعني شيء عن بلدنا، في عن شيء عالمي. المعرض بيتضمن اعمال الطلاب الموهوبين الموجودين بصالاتنا نحن بالمدارس، من اعمال يدويه، لوحات رسم، مختلفه المواضيع، متنوعه الخامات، بشيء بالتظليل، شيء بالانمائي، شيء بالزيت. قدمنا اليوم اكثر من فقره فنيه وراقصه لنفرج مواهبنا للناس ولنفرج مواهب الاطفال السوريين. اليوم قدمنا أكثر من فقرة راقصة مشان نفرج مواهبنا لكل الناس، ومشان نفرج الناس إنه مواهب الأطفال السوريين. المسرح المدرسي يهدف إلى إظهار المواهب لدى الأطفال من خلال مشاركتهم في عروض فنية تساهم في تكوين شخصيتهم نفسيا واجتماعيا وتنمية قدراتهم الإبداعية. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.